سير 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 دابا من العشية للعشية كتعطيهم فاساديين هيك من العشية للعشية صباح وعشية صباح وعشية كيكب لهم الفاصة تبارك الله. هذه هي الخروفة ديالنا يا اخوكم يونس ود مجيد اللي كان كيتقدى تبارك الله. هي السلعة تبارك الله ديال الصديق ديالنا الله يسخر ليه واللي بغى بحال هاد الشكل راه مرحبا بيه ماشي مشكل. مرحبا على الراس العين الحوت جميع الاخوان كاملين هايدي الخير. سير الله يسخر لك اخويا اللهم يسر تبارك الله الخروف الاخوان السلام عليكم الخوت حياكم الله اينما كنتم تحياتي لكم كبيرة نهاركم بروك الخوت والحباب. اليوم راه فيديو جديد من قلب الدار الله يبارك. هذه الخوت هنا راه كاينة 27 خروفة ان شاء الله غادي نصيفطوها للمتتبع من مدينة مديونة. هذا الاخوان راه رابع فياز ان شاء الله خويا صالح ها الامانة ان شاء الله غادي نشارجيوها والله يستر لك في هذا الخير فرجة ممتعة مشرى راه زين تقاده وحده لا راس واحد دمعوكم ما تبارك الله كي ديما قاعده محمد ريده زيد زيد محمد ريده زيد 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 الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. هنا الخوت كاينه 27 الله يبارك كامله دمعاكم ما مواصفاش راه ما شاء الله الاخوان تبارك الرحمن ما شاء الله المليح ديما المليح والنقاق مع اخوكم يونس ود مجيد والله يدير الخير وفرجه ممتعه والدعاوى مع هاد السيد واللي بغى بحال هاد الشكل راه مرحبا بيه نوجدوا ليه مرحبا على الراس والعين الاخوان اللي بغى بحال هاد السيري راه مرحبا. تحياتي لكم كبيره ونهاركم بروك وغنشارك معكم ان شاء الله السلعه من غتشرجى ان شاء الله وغادي نصيفطوها لمدينه مديونه الله يستر الخويا صالح والخوش الحباب نعطيونا الراي ديالكم في هاد الخير فرجه ممتعه اللهم يسر ليكم. زيد زيد مروان زيد زيد قاعد 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 خليها تمشى زيد 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 تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله خيرات خيرات تبارك الله الاخوان ديما نقى ديما نقى ديما نقى تبارك الله والصراد المليح المليح تبارك الله عزيز علينا المليح وكنشريو الاخوان المليح الله يستر لهذا السيد يلا فرجه ممتعه ونشارجيوها ان شاء الله ونشاركوا معاكم ان شاء الله السلعه غادي ما شاء الله ما شاء الله اخوان خيرات تبارك الله الله يبارك خوت الحباب. هذه امسيه عشائيه الخوت الله يبارك من منطقه مديونه الله يبارك رابع فياج ان شاء الله خويا صالح جنى لي هالفياج رابع الخوت ديال الخروفه الله يستر ليه. هذه هي السلعه اللي كنت تقديت لي تبارك الله راه ما شاء الله خروفات كنت تقديت ليه تبارك الله كاع زينات حاط لهم دابا الفصك كياكلوا في العشيه تبارك الرحمن ما شاء الله خيرات تبارك الله الاخوان. وها المعايزات السلعه ديالي اللي جات لي راه هي الاخوان راه باقين عاد باش غنزلوها ان شاء الله الله يدير الخير. وها السلعه تبارك الله تبارك الرحمن الحوليه اللي كنت ليه والله يدير الخير. تشبعوا معنا الفيديو فرجه ممتعه ما تنسوناش بلا لايك ديالكم جزاكم الله خيرا اللهم يسر. دابا كيتعشاو دابا ياك تبارك الله هاد المعزه واش مولفاك ولا كيفاش ها هنا هو اللي كينطح هنا هو غيكون هذاك ياك تبارك سير 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 دابا من العشية للعشية كتعطيهم فاساديين ياك من العشية للعشية صباح وعشية صباح وعشية كيكب لهم الفاصة تبارك الله. هذه هي الخروفة ديالنا يا اخوكم يونس ود مجيد اللي كان كيتقدى تبارك الله. هي السلعة تبارك الله ديال الصديق ديالنا الله يسخر ليه واللي بغى بحال هاد الشكل راه مرحبا بيه ماشي مشكل. مرحبا على الراس والعين الحوت جميع الاخوان كاملين هايدي الخير
سير الله يسخر لك اخويا، اللهم يسر. تبارك الله الخروف الاخوان. الاخوان اللي كنا جنة تبارك الله السيد اخر فاياج اللي شو دابا الخوص هي هذه السلعه تبارك الله ما شاء الله. يبارك خيرات خيرات تبارك الله الاخوان اللي شاف هذا الخير يصلي على الحبيب والله يستر الامور كل واحد. فرجه ممتعه تحياتي لكم كبيره والله يدير الخير اللهم يسر لكل واحد ويجيب السلامه للجميع.